الإسلام. الناس تخاف من الإسلام، تخاف بلا داعي وبلا سبب. جعل الإسلام عدوا لكم بعد أن تم القضاء على ما يسمى بالزحف الأحمر. شيخ المزاري رحمة الله عليه كان له كتاب اسمه الزحف الأحمر، الإسلام في مواجهة الزحف الأحمر. إيه الزحف الأحمر؟ شيوعية. استطاع الغرب أن يقضي على الشيوعية، ذهب الاتحاد السوفيتي. صحيح هناك ولذلك روسيا الآن، لكن هناك فرق كبير بين الاتحاد السوفيتي، هذا الامتداد الطويل في شرق وفي غرب، وبين روسيا وإن كان لها ما لها من القوة الآن. بعد أن ذهب هذا العدو الأكبر أصبح هناك العدو الأخضر، تحول من العدو الأحمر إلى العدو الأخضر. الغرب لا يستطيع أن يعيش دون أن يكون هناك له عدو، فلا بد أن يوجد عدوا له. أصبح العدو الآن هو الإسلام في نظري، يخافون من الإسلام. بالمناسبة أكثر الأديان انتشارا هو الإسلام في الغرب، وهذا من نعم الله جل وعلا، بالرغم من أنه ليس هناك دولة تتبنى الإسلام. انتشار الإسلام في الغرب هو انتشار ذاتي، لأن طبيعة الإسلام دين قيام، هو ينتشر بذاته بأخلاق الناس،